والله مانيش عارف ان المشكل هذا اليوم منين راهو جاي هذا دوك عدة مرات وهو يصرى الانقطاع. مانيش عارف علاه قداش من مرة دوك هو يصرى الانقطاع هذا. معذرة الإخوة، لا سيما من الناس اللي مولفين يتبعونا، باللي هذا الانقطاع هذا راهو رايح يشكل. هاي هو الأخ محمد، المهم إذا كنت تحب تدخل والله راني ننتظر فيك. هكذا راني ننتظر فيك أنت والإخوة اللي يحبوا يشاركوا معنا في هذا النقاش. آه يا عواس، يا عواس دير الري. مانيش عارف أنا اليوم هذي وش خذاهم هذا. صبر تشوف، اصبر شوف دقيقة نديرو ال اهلا الاخ عبد اللطيف. هذا هو الاسم نتاع الغرفة الجديدة. راجل الاخ فؤاد، وش ما فهمتش التعليق تاعك الاخ فؤاد. قلت لك كي تكمل البث ابدا الرجيم، ما فهمتش ما تقصد كي تقصد الشيطان نرجموه ولا المهم. والله يا الإخوة ما فهمتش المشكل وين راهو. اصبر ترى نزيد ونعاود نورمالمون. لا كونيكسيون كاين الاخ عيسى، كونيكسيون كاين. المشكل هو انه في الانقطاع هذا من عندهم تسمى يتكوب هكذاك ديريكت، ماشي هذه المرة الاولى. فهمت، مانيش عارف لا من الممكن بالك البرنامج هذا نتاع اللي دايرينه هما، ممكن بالك فيه ضغط بزاف والله. ماهيش الاخ فريد، مانيش من نوع هذاك اللي يطلق في هذيك الامور. ممكن اسمه، ممكن السيرفر هذاك اللي راهو فيه البث والله هذيك، ممكن بالك فيه ضغط بزاف، بالك راه الناس بزاف تستعملوا والله هذيك، يحصل الانقطاع هذاك. فهمت، ومن بعد كي تصرى الديكونيكسيون هذيك من الغرفة هذيك يقول لك حل واحدة اخرى. هذا مكان برك. الناس اللي هم ندخلهم في الصفحة هما فقط، ما كانش الناس اللي هم فقط في الصفحة نتاعي مسجلين بالأسماء نتاعهم والألقاب نتاعهم الحقيقية. الناس اللي خارج الصفحة هذوك الكلام نتاعي ما يعنيكمش. انا راني نتحاور مع الناس اللي في الصفحة نتاعي، نعرفهم مسجلين بالاسماء نتاعهم الحقيقية مولفين يعلقوا، وما يهمش الا كان مش مولفين يعلقوا، لكن نعرفهم مسجلين بالاسماء الحقيقية نتاعهم. الناس اللي هم في صفحات واحد اخرى بلي بسودو وكذا، واحد داير العربي بن مهيدي، واحد داير
زبانة واحد داير اسمه هذوك. انا ما عنديش الوقت على جال باش نحكي هنا مع خاصة هذوك اللي ما يقدروش يبانوا. نتكلم مع ناس اللي راهم مسجلين بالاسماء نتاعهم الحقيقية. اخويا سجل باسمك الحقيقي ودير الصورة نتاعك كيما راني نتكلم انا. ورواح مرحبا بك يا اخويا. يا الاخ محمد، انا مانيش نقرا في الرسائل الخاصة، انا راني على المباشر. اذا تحب تجي ارواحاني المباشر، راني وضعت الرابط نتاع الكونفيرونس، اضغط عليه. الا راك بالهاتف لازم يكون عندك الميسنجر، فهمت؟ ما تقدرش تدخل بدون الميسنجر. وإلا راك بالجهاز تاع الكمبيوتر اضغط على الرابط هذاك، اطلب الإضافة، دير روجواندر لو صالون، فهمت؟ ومن بعد اسمه انتظر على جنب باش نفعل لك. دقيقة لحظة، نفعل لك اسمه الدخول وتكلم على روحك، فهمت؟ أما تقول لي أنت رسائل خاصة، مانيش نقرأنا في الرسائل الخاصة، أنا راني قلت لك على المباشر. المهم يبدو هو انه كاين هناك اسمه تاخر هكذا. المهم راني نزل ننتظركم شويه، اذا ما كانش راني نروح. انا حاولت على جال باش كاين فيه اخوه مره على مره هكذا، ديرنا حوارات وفتحنا الخط ونديروا نقاشات ومنا ومنا. من بعد انت تعيط لهم اسمه، نولي نرجع كما كنت وقت سابق. مرة على مرة كنت فعلي ندير مداخلة. وبالسلامة بالعافية. راح نفهم مكانك كيف طلع اللايف. الله يهديك الأخ محمد. يا إلي تفهم العربية، قلت لك أقرأ التعليقات، أقرأ التعليق اللي قبلك هذا. هاي مكتوبة فيها الرابط، داير فيها غوجواني فوتخ صالون. مانيش عارف أنا اللغة اللي راك داير بها أنت. فيسبوك ممكن راها بالعربية تخرج لك أنت، قال مثلا التحق بالغرفه، ولا مانيش عارف انا كيف راك داير اللغه اللي راك دايرها انت. اونجلي ولا مش عارف شنو اللغه راك تستعمل فيها انت، يعني على حسب اللغه اللي راك دايرها انت. يخرج لك اضغط على الرابط هذاك، كي تضغط عليه من بعد انت انتظر على جال باش ندخلك. كي ندخلك راك تظهر بالصوت وبالصوره وتكلم على روحك وش حاب تقول. شوف وين راك كاتب التعليق، وين راك كاتب التعليق الان. هذه اللي راك كاتب لي فيها انت، كاتب لي استاذ شوف الرساله اللي راني بعثتها لك قبلها. هاي كاين ميساج تاع فريد، قبلها ميساج تاع عيسى، وقبلها الرابط وين راني داير لك انا الرابط هذاك. هذاك ضغط عليه انت. هاو دخل اسمه الاخ عبد اللطيف. اهلا الاخ عبد اللطيف. السلام وعليكم عليكم. السلام، واش احوالك؟ لا بصح جاني زوج انا صوات. سمعت فيك جيدا. بالك لا عاود راك حل البث. الا راك حل البث نحيه. اسمعني برك من مباشره من منين راك. انا نسمع فيك بصح ويجيني دوبل دوبل. انا نسمع فيك جيدا. ممكن بالك العود راك حال البث. الا راك حال كاش باج ولا هذيك واسمه غلقها. ممكن راك حال باج واحد اخرى اغلقها. فهمت؟ ممكن ترك حل البث واحد اخر. ناوي يجيني الفاتورة راني غالق. المفترض ما يجيش الروتور. علاش يجي الروتور؟ انت راك داير السماعات وانا اللي داير السماعات، المفترض ما يجيش الروتور. ايه صافا راك تعاود ولا لي راك حل الملابس حال واسمه حال صفحة واحدة أخرى.
راك حل صفحة واحدة أخرى للأخ عبد اللطيف. لازم نشوف. كنت فاتح تعرف ممكن قلت لك راك حل صفحة واحدة أخرى وبالتالي هو يبقى الصوت يتعاود سي نورمال. الله المهم حاول تخرج الاخ عبد اللطيف اخرج اغلق الصفحات هذوك اللي عندك وحاول هو انه تدخل فقط من الصفحة هذه وان شاء الله يكون الصوت نتاعك مليح ان شاء الله. المهم انا بريت كامل الان راني نسمع فيك جيدا. ما انا نسمع فيك مليح درك ما عنديش الروتور. دير الكاميرا نتاعك هكذا باش نشوفوك يا خويا عين كبيره وسطيف البارح خليتنا بلا نعاس يا ابن عمي. سهرتكم ها؟ لا بس ربما بزرنا جيه. اسمع كي كمل الناس تقصرت انا وشريف. انا كنت نسمع باسكو درت لي زيكوتور قلت معاكم يسمع لي داير بقيت بلا باتري على فا. كي كملنا كيما كملنا الحوار شتك عاد انا وشريف وقيلا حتى لستة والله. واو انا على الستة بقات لي ساعة باش الموضوع تاع اليوم كان الحق شباب عجبني بزاف المداخلة ديالك. كاين حاجه واحده اللي ما طلقتش ليها جابلي ربي تاع العداله لازم العداله تكون مستقله هي الصح هي قبل من الصحافه باسكو الصحافه في اللي يحمي هي العداله ما كانتش العداله مستقله ما يكونش عنده استقلال صحافي. المهم انا تحدثت الاخ عبد اللطيف في اطار عام يعني مش بالضروره هو اننا نطرق لكل شيء. الصحافة هي أنت لما تغير أنت النظام السياسي وتكون كاينة إرادة حقيقية من أجل التغيير يعني لتطوير البلاد كل القطاعات كلها المؤسسة العسكرية العدالة السياحة التربية الصحة التكوين كل شيء الدعوة كل القطاعات. أنا راني كاتبها نوار سور بلون قال مثلا الناس يكون فيه ورشات نتاع حوار قال مثلا ورشه نتاع السياحه كاين ناس مختصين جيبوا خبراء سواء من الداخل الجزائر ولا حتى اذا كان اضطرينا على جال باش نجيبوا هنا خبراء من الخارج فهمت وتناقش الموضوع نتاع السياحه ترفع تقارير قال للناس المسؤوليات عليا من اجل تجسيد هذاك الاصلاح داخل القطاع نتاع السياحه. هذا كمثال. اعلام نفس الشيء العداله نفس الشيء تاع العداله صحيح هو انه راهم درك انت يا باش راهم دوك ما متغطين راهم متغطين بهم هاك تشوف دوك انت ذاك النهار كي حبوا هما يدخلوا نزار واش اسمه توفيق وطرطاق وكذا دخلهم باش دخلهم بالعداله وكي حبوا يخرجوهم بالعداله فهمتني معك انا هذا القطاع نتاع العداله لازم يطهر لازم يتم التطهير تاعو لانه كاينين الناس اللي هما راهم خدامين فيه على مستوى 48 ولايه خدامين في هذا القطاع نتاع العداله واللي كاين منهم ما عندهم حتى علاقه بالقطاع ما عندهم حتى علاقه بالقطاع ناس مغروسين كاينين اللي راهم يديو في اموال كاينين اللي يديو في رشاوي كاين اللي راهم درك مساهمين في جرائم ساهمين في جرائم في احكام في كذا التليفون قال هذاك اي دك جد بابا هذاك لوحو في الحبس هذاك اعطيه لصق له راسه في الحيط هذاك برؤوا كاينين ناس اللي ما عنده حتى علاقه بالعداله ما عندوش حتى علاقه بالعداله. ما كان الكلام هذا اللي انت راك قلته لي الاخ عبد اللطيف بصح انا راني نتحدث في اطار عام تسمى جبتها ومانيش قال مثلا راني محضر ولا قال راني داير جرد هكذا قدامي وراني انا لازمني كل الامور نحكي هكذا بعفويه
نحكي مع خويا، ولكن التفاصيل، التفاصيل نتاع الكلام هذا اللي قلته انا، انا راني كاتبه نوار سير بلون، راه منشور في الكتاب تاع المصالحه من 2014، ومنشور في الكتاب تاع الجزائر نحو جمهوريه جديده اللي نشرته في بدايه الحراك، حاكي على الامور انا هذه نوار سير بلون. لما تكون انت راك تحوس على تغيير جذري، تغيير جذري هذا يتم على مراحل، ما تقدرش انت في نهار ولا في عام ولا في عامين ولا في 5 سنين ولا حتى 10 سنين، ما تقدرش تغير النظام، لازم لك مراحل، المراحل تمر بها. تايا في البدايه قال لك مثلا المؤسسات التشريعيه، ها نظرك مثلا قال هما راهم رايحين يديروا انتخابات تشريعيه، ها تدخل انت ما تدخلش بالكيفيه السابقه تاع انه قال روح دير حزب ومشي معاه، نو، في اطار هذا الحراك تخرج اطارات، ومن بعد يكون فيه تعاون، تعاون. قال دوك مثلا تم مستحيل وانك تروح دير قائمه واحده، مستحيل، خطر الناس مختلفه، الناس من خلفيات مختلفه، ما تقدرش انت قال مثلا تجمعهم في قائمه واحده. تخرج انت عده قوائم، عده قوائم، قال مثلا انا نهز مثال قال البرج، مش بالضروره هو انك انت تخرج قائمه، تخرج عده قوائم سيدي 10، ولكن الناس تراعي هذيك الاشياء اللي كنا نحكيو عليها هنا نتاع العوامل تاع النجاح، هو انك انت تجيب ناس في مستوى المسؤوليه، ناس انت راح تحطهم في البرلمان يا سيدي، وتتفق الناس، قال اخويا تخرج قائمه، قال مثلا يديروا واحد، قال مثلا عند واحد عنده توجه اسلامي، واحد عنده توجه علماني، واحد عنده توجه وطني، واحد من الدائره الفلانيه، واحد من الدائره الفلانيه، واحد كذا، واحد قلب قبيلي، واحد عربي، واحد شاوي، واحد كذا، قال نديروا قائمه. من بعد قال الناس واحد اخر قال داكور صافي انتم درتوا قائمه، حتى احنا ثاني نديروا قائمه، واش عليه، مش مشكله، دير قائمه خويا على روحك، زيد جيب انت يا ناس لربما انت احنا هذه القائمه ما عطاولهمش الفرصه على جال قال مثلا باش يظهروا، دير قائمه واحده اخرى، وخلي انت الشعب هو يختار، خلي الشعب هو يختار. دوك هما اللي راهم رايحين يخرجوا، هذوك كي يخرجوا اولا راهم ممثلين للشعب، اختارهم الشعب، راهم رايحين هما يوصلوا للشعب، فيما بعد هما يحملوا هذيك المطالب تاع الشعب، قادرين هما فيما بعد يكونوا الحكومه، مادام راهو دوك هذا الدستور الجديد هذا راها رايحه تخرج الاغلبيه هي اللي تشكل الحكومه، هي هما اللي راهم رايحين يشكلوا رئيس نتاع البرلمان، فيما بعد انت تبدا تمشي، دير انت الحكومه، دير انت المشروع نتاع الحكومه، وتجي جاي وحده وحده، ما تقدرش انت دوك انت راك راح دير التغيير، التغيير هذا لازم لك انت تغير النظم، كيفاش راح تغير انت دوك التعليم، كيفاش راح انت تغير النظم في الصحه، في الجيش، في كل المجالات، كيفاش انت راح تبني انت مؤسسات شرعيه، كيفاش انت تهك تشوف مثلا غير مثلا شجره يغرسها واحد راح تاكل انت في نهارك، يو تغرسها لازمك تسقيها، ولازمك تحرسها، ولازمك تفرزها، ولازمك تغرس انت شجره لازم لك مثلا 5 سنوات، انت راح تبني جمهوريه جديده تبنيها في عام، يا مستحيل، لكن انت دير اسس صحيحه وتمشي وحده وحده، لحقت نتايا، اللهم بارك، ما لحقتش راه اجيال واحد اخرى، راك انت رسمت لها معالم وهي تكمل. انا نشوفوا فيهم احنا دوكا، احنا في الخارج يجي واحد قال مثلا يبدا في مترو، مش بالضروره هو يجي اللي من يجي اللي من بعده ينحيه، نو، يجي هو يلقى مشروع هذاك راه يخدم المجتمع هذاك يكمله، ويزيد يدير هو مشروع واحد اخر، يدير هو قال مثلا ما على باليش انا تجيلي، الاخر يجي يدير مطار، الاخر يجي يدير ما على باليش انا شركه، وهكذا الناس تنافس على الخير من اجل خدمه البلاد. حنا للاسف الشديد الناس يحوسوا على السلطه وقاعدين يباسيو في السلطه لبعضهم، هذه هي. المهم بامكانك الاخ عبد اللطيف هو انك تضيف اشياء، بالك لربما كاين اشياء ما انتبهت لهاش انا، بالك لا راني معاك، واش المشكل اللي عندنا احنا تاع بصراحه، باسكو اسمع نعرفهم وطونزونطون نسمع لهم، نقول لك هذوك باش تعرفوا لازم تسمعونا، لازم تعرفونا، وماشي عدويا، ماشي معناها عديان ديال نضرب بينا كيف القبائل العرب، كنا الكاسكروت نقسموها كيف ما كانت عندنا حتى
الى يومنا هذا اصحابي هما دركا يحسوا روحهم محقورين. يقول لك الانتخابات كيديروا الانتخابات يسمى الاخرين عندهم لي فوت اكثر. هذيك اللي كنت انا البارح هكا على بالك تاع الاصفر فهمت دونك المشكل وراه. قلت لك انا دائما لازم لوبوزيسيون فريمون لوبوزيسيون باش ينجحوا لازم يتحدوا من قبل ما يروحوا الانتخابات. وهذا اللي دارها في الحراك تفرقوا كل واحد ولا يضرب من جهته وفرقوهم وربحوهم ولا ركعنات ولا ما تستعرفش بسمات اللي يديرهم الانسان ما يصلحش الغلطه ديالو نو تاع الماضي ولا تاع الحاضر ولا هي هذيك هي اللي لازم لوبوزيسيون جينيرال مهما كان كما كنت انت تقول من قبل يسمى يبداو الاولانيه مصلحه البلاد ومن بعد هذيك انتيرال ولا اللي راس نتاع الانسان ولا التاريخ ولا كذا يا خويا يجي وقته باسكو درك المشكل اللي راهو كما راك تحكي تاع السكنه تاع الصحه تاع التربيه راك تشوف النيفو وراهو حابط ولا ليسونس الجديد في الاوروب ما مدولكش ميم با كون فين ديتي القديم تاع الجزائر نو انا في الثمانينات بدلت الدبلوم ديالي هنا عطوني لي ميم تيتر كان عندي الباك عطوني الباك شوف درك الباك تجيبو هنا يعطيك كيما حنا نقولوا كاتري ماني مويان ولا ميم با في اسبانيا دوزيام ماني مويان تاع بكري انا عيطوا لهم دوزيام ميسو سما شوف وين الحق النيفو تاع التعليم في الجزائر. انت واش فهمت من الكلام تاعك هو انه هاد الناس اللي كيما نقولوا لا يمثلون الاغلبيه نتاع الشعب تسمى هما مادام راهم ما يمثلوش الاغلبيه نتاع الشعب خايفين. راك فهمتني ولكن انا الكلام اللي راني نقول فيه هنا هذا الامر هذا فاهمه ماشي من الان فهموا من وقت بعيد تا دركا يا خويا لا تمثل الاراده نتاع الشعب تمثل انت فئه ولا تمثل انت منطقه ولا تمثل انت جهه يا خويا من حقك على جلب باش انت تشارك في الانتخابات من حقك على جلب باش انت تختار الممثلين نتاعك من حقك هذا حق نتاعك من حقك تاع على جلب باش تدافع على الثقافه نتاعك ولكن في اطار تاع حدود لازمك تعرف الحدود نتاعك تما دام راك انت لا تمثل الاراده نتاع الشعب يعني العموم يا خويا الناضل كاينه اشياء مشتركه اللي تجمعنا فهمت كاينه اشياء مشتركه اللي تجمعنا نتفقوا حنا على الامور اللي تجمعنا الخصوصيات نتاعك خاصه بك فهمت سواء كنت انت في المنطقه نتاع القبائل ولا كنت انت في المنطقه نتاع مزاب ولا كنت انت في المنطقه نتاع الشاويه ولا في الاهقر ولا في الشيلي عندك انت واسمو خصوصيات نتاعك واحد ما يقدر ينحيها لك فهمت قال لك انت مثلا راك في المنطقه نتاع القبائل قال انا حبيت نقري القبائليه في المدرسه حقك فهمت حقك قال انت دوك انا على جلب باش انا نحافظ على التقاليد نتاعي حقك انا نعاونك لا بسواب بصح باش انت تجي تقول لي نقري القبيليه نقريها انا في الشاويه وما نقبلش انا الشاويه يقريو عندي انا في القبيل نقول لك لا راك غلط او قال درك مثلا انت في منطقه تحب دير لي انت اعلام وحدك لا يا صاحبي إلا راك تحوس نتاع على اعلام وطني يجمعنا ركز نتاع الاشياء اللي تجمعنا ركز نتاع على شنو دونك انت قال مثلا انت كاين اشياء قال مثلا تاريخيه لا تتفق معها من حقك فهمت من حقك جي تقول لي مثلا دونك انت بومدين كان واحد ما يعرفه اوكي بومدين كان قبله يتحمد ناضل قبله يقول لك ايه معليش كان قبله ناضل بصح باش تجي تقول لي نتايا نصالي خائن بومدين خائن والعربي واسمه والامير عبد القادر خائن والاخر خائن
والثوره احنا اللي درناها واحد الثوره سمو نقول لك نو كلام مش من مقبول، مش منطقي، مش عقلاني، مش كذا. من حقك انت باش تنتقد، انتقد على روحك في اطار الادب، في اطار الاحترام. لازمك تعرف كيما انت راهم عندك مثلا قاده وزعماء تحترمهم، عندك انت قاده وزعماء اللي انت تقدسهم كيما الاخرين. كيف 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 تكيدك انت دوك مثلا تجي تسب بومدين في تجمع، سبوا انت في منطقه القبائل، الاخر يسب لك اي تحمد في منطقه واحده اخرى. فهمتني؟ احنا ماليش نحوسوا هكذاك. انا شخصيا والله نحترم اي تحمد، والله ما عندي مشكله معه. انسان تاريخي، انسان ناضل، اخطا لا شك في ذلك، مش غير هو. انا دائما نقول الناس كامل غلطوا، دائما نقولها الناس كامل غلطت، بصح ارواح نتلاقاو على خطوط عريضه من اجل مصلحه البلاد، من اجل مصلحه البلاد ارواح نتلاقاو وحنا نخدموا لاولادنا. لانك لما انت تربي ولادك على الحقد وتربيهم على الضغينه وتربيهم انت على كره الاخر، فيما بعد انت واش راك تزرع في الشوك غدوه فيما بعد راها رايحه تجي اهات، راها رايحه تجي جراح، راها رايحه تجي حروب، راها رايحه تجي مشاكل. هاك تشوف احنا دوك احنا مازلنا في 2021 مازلنا نشطروا في اخطاء اللي هما داروها. يا خويا بومدين دار خطا، بالصالي دار خطا، اي تحمد دار خطا، عبان رمضان، كريم بالقاسم، الاخر علاش نتحملوا انا؟ علاه يا سيدي؟ فرضا هذا دوك هذا عقبه بن نافع راهو دار هو اخطاء، وما على باليش انا كسيلة وماسينيسة، واش دخلني في جدهم انا؟ احنا رانا في 2021، ها تحوس تحملني انا اخطاء نتاع التاريخ نتاع مانيش عارف انا كذا 14 نسمو. ايه رانا هنا ارواح نتلاقاو يا خويا، راه كاين دركا الحمد لله رانا في وضع واحد اخر، بحيث هو انه درك نتاع كاين اللي ربما الجد نتاعو الرابع ولا الخامس ما يعرفوش، يجي يهضر معايا انا النسل نتاعي محفوظ. يا خويا ارواح هذه الجزائر نتاعنا، الجزائر نتاعنا ارواح نتلاقاو على خطوط عريضه. لازمك تعرف الحدود نتاعك وين تبدا وين تخلص، والقانون هذا عليك وعليا، ماشي غير عليا انا برك، عليك وعليا. شوفوا قال انا خويا مانيش في المستوى، ما عندي حتى مشكله، انا دائما نقولها بالصوت وبالصوره. اذا كان انا راني نساهم في فتنه، ولا نساهم في تعطيل نتاع تغيير، ولا راني نساهم في تعطيل تاع بلاد، يا سيدي مستعد انا نجي لكم، ماشي تحوسوا عليا، انا نجي لكم، نجي لكم حطوني في ساحه عموميه كل واحد يدي مورسو. واش راح نزيد؟ فهمت؟ انا نحوس على جال مخرج البلاد. وللاسف الشديد الناس مع الاسف ما كانش. هاك تشوف مثلا غير مثلا في الحوار، هاهم في وقت سابق كانوا مش معترفين بالدستور، هام البارح برك، هاو البارح استقبل تبون استقبل الرئيس تاع الفاس، يعني كمثال. ها نقول له انا علاش استقبلته؟ ما نقولوش، راهو سياسي يدير في السياسه، وراهو هو عنده النظره نتاعو، راهو ربما يقول لك انا جاتني فرصه على جال باش انا نوضع المطالب هذيك عند تبون عند الرئاسه، نقيم عليهم الحجه، بالك ندفع على جال باش نحقق مطلب. والله نقول له انا لا ما نقولوش، انا ندفع للحوار، انا مؤمن بالحوار وعقلاني، ونحوس على مخرج البلاد. بس هذوك الناس المتطرفين من كل جهه، من كل جهه، هذو ناس لازم يبعدوا، لانه هم اللي راهم يعطلوا في عمليه التغيير، هم اللي راهم يحيوا في اشياء اللي احنا راها قادره تدي الثوره، قادره تدي الحرب. هذا واحد من هذه المرتزقه، هذا اللي راه في بريطانيا، هذا راهو على بالك راهو يدفع الحرب، هذا والله العظيم لو كان يحكموه ناس والله غير يقطعوه، هذا على بالك راهو يدفع الحرب. اسمح لي، تانيت من باري، تانيت كون كاين واحد الانسان راه ما كيف 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 تاع الجهويه ويسب في الدين ومن الناس. يا محمد كيف كيف التحكي نتاع حريه التعبير ما تلاحش لي انايا،
قلت لحق ليا خلاص خلاص لا ليبرتي ديكسبريسيون ديالك كيف تسمى لك حنا كنديروا قانون نديروا على الناس الكل وهذوك اقليه الحمد لله اقليه ماشي نقولوا كاع اثروا على قناعات الناس هذا الانسان هذا اللي يهدد لك انت شعب يقول لك انا مستعد على جل باش نربح 20 مليون او يدير 10 شويه على عرضك يدير 10 ويقرص كيما نقولوا ايه على بالي ولكن حجم على عرضك تارك انت لما تصير انت تحيي في جراح تاك تشوف انت يا ناس من نختلف معهم من حقك فهمت من حقك انا شخصيا انتقدتهم مثلا هذو الجماعه نتاع رشاد هذو انا شخصيا انتقدتهم مش ذوك انتقدتهم في 2008 فهمت ودرت انا حوار مع هذاك مردين درته معاه في 2007 شفته في 2007 درت معاه حوار على المنتدى نتاع بلا حدود ودرت معاه اسمه عده حوارات وانا وجهت له انتقادات ما قال لي حتى حاجه فهمت بالعكس داروا تسجيل تكلم معايا بادب منك هو كيزيطوط في الوقت هذاك في 2008 ومن بعد انت دركا يا صاحبي تجي تقول لي انت يا هذا دركا واسمه مرد هنا ارهابي علاه اخوي على واه ارهابي هاي قنعني برك على واش ارهابي فاهمني واللي طرع على هذا عباس عروه ارهابي ونزار مجاهد وتوفيق مجاهد فهمني برك حب نفهم برك انا فهمني ترى كيفاش فهمني ترى انت كيفاه درك هذا عبد العزيز بن العيد هذا كان من المشاركين في المؤامره ضد عبد الحميد مهري اللي هو واحد من الناس اللي هما جاهدوا في الثوره ولا واحد من هذه الفروخ هذو يوصل صباطه عبد الحميد مهري واحد من الناس من الرعي الاول كان من المناضلين الاوائل في مع حزب تاع الشعب من الناس اللي شاركوا في الحكومه المؤقته من الناس اللي كان سفير في وقت من الاوقات انسان عنده رؤيه ثاقبه وراه الاحداث كثيره اكدت الصواب تاع الراي نتاعو انسان معتدل انسان مثقف انسان ابن عائله انسان حافظ القران انسان ما شاء الله في السياسه قمه شيخ من شيوخ تاع السياسه يجي لك هذا فرخ من الفروخ استعملوه في وقت من الاوقات هذا الجهاز تاع المخابرات واطاحوا بعبد الحميد مهري لماذا لانه كان هو يدعي للحوار وراح شارك لانه كانت الابواب مغلقه وكانت الجزائر عايشه في حمام من الدم راحوا داروا هما جاتهم فرصه داروا لقاء في الخارج حضر هو كي بن بلة راه من الراعي الاول يا سي محمد من الجماعه نتاع اللوس من الجماعه نتاع المفجرين نتاع الثوره اي تحمد كيف من الجماعه نتاع اللوس من الجماعه نتاع اللي اسمه تاع اللي فجروا الثوره وشخصيات اخرى حضروا انت لما انت تجي واسمها لويزا حنون اللي شاركت معاهم في سنتيجيديو لما تجي للمحكمه العسكريه في 2021 دافع عليها لانها مع التوفيق ومن بعد كي تحضر في سنتيجيديو هذوك خوانا وهذوك كذا يا ودي راه المنطق نتاعهم منطق عوج فهمت لو كان شفناهم احنا راهم ناس نتاعو صح ونتاعو حق وراهم يحوسوا على الخير تاع البلاد قاسما بالله قلت لك غير نعاونوهم يجي انت قلت لك انا واحد كيما هذا فرخ من الفروخ صنعوا له شهاده وقلبوا منه دكتور وقلبوا منه شخصيه سياسيه في 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 وقت وجيز وقاعدين يدعموا فيه في وسائل الاعلام ويبيضوا فيه هو واحد من الناس اللي هما ساهموا في تدمير شخصيه سياسيه وطنيه هذا عبد الحميد مهري وتجي انت الان دركا تحطوا لي ريفيرونس هذا البديل تاع جبهه التحرير وتحط لي سفيان جيلالي اللي هو كان في التسعينات لما هزوا الناس للمعتقلات الرقان والورقله وكذا حطوه هو في هذاك المجلس الاستشاري يجي درك هو يصير لك ريفيرونس يهضر لك على الديمقراطيه ويهضر لك على اللجنه تاع مراقبه تاع الانتخابات ويهضر لك على المشروع تاع المجتمع ويهضر لك على التنافس ويهضر لك انت واحد من الناس اللي انتم ساهمتوا في وعد الديمقراطيه ساهمتوا فيها هذاك بن قرينا كيف هاك شفتوا في الانتخابات الرئاسيه
هو الرئيس وما كان حتى واحد غير هو الرئيس هو كذا. وشفت ان وذرك الان نفس الشيء حبوا ذرك هما يهمونا بهذه الجزائر الجديده. احنا نحوسوا على جزائر جديده بوجوه جديده. هذه الوجوه المقصدره يروحوا شعب خرج على جال باش يقول كفا. هم يحوسوا يعودوا يرجعونا بطرق نتاع تلاعب ونتاع غدر ونتاع خيانه ونتاع نتاع نتاع دريبلاج ونتاع كذا. لازم تلعب مع الماتش. واش مضمون؟ سمعتني الاخ صحتك الله يسلمك. لازم يلعبوا الماتش درك. انت ماشي تربح الماتش بلا ما تدخل تلعبوا لوبوزيسيون كيما كنا نقصروا البارح. لازم تشارك. انا قلت لك مع المشاركه. انا مع المشاركه ومش المشاركه. المشاركه هو ان الانسان كيما كنت نقول قبل انا لازم الانسان يعمل يدير عوامل نتاع النجاح. عوامل نتاع النجاح نتاع الانتخابات ولا نتاع الحراك ولا نتاع التغيير. لانك انت لما انت ما تكونش فيه وحده، لما ما تكونش فيه مشروع، لما ما يكونش فيه تضافر نتاع الجهود، فيما بعد هم راهم رايحين يلعبوا اللعب نتاعهم. لازم الشعب يتجند يدخل يحكم البرلمان. من البرلمان راهو راح يشكل هو الرئاسه نتاع مجلس البرلمان، راهو راح يجيب هو الرئيس تاع الحكومه والوزراء اللي معاه. فيما بعد تمشي الناس وحده وحده، تبقى الرئاسه يا خويا اختم انت وعينك بعيده. ما راكش راح كيما نقول لك انا انت دير التغيير في عام ولا في عامين. راني قلتها 10 سنين وما خارج 10 سنين باش تخدم. المهم على الاقل انت لما انت دير ناس في المستوى في البرلمان ماشي على شكل طليبه ريفيرونس تاع بنزديره. فهمت؟ شوف ترى هذا خونا عبد العزيز. فهمت؟ لازم الناس يكونوا في المستوى. خونا عبد العزيز مرحبا به. دخلوا سي نور الدين، دخلوا انا راه هذا الاخ عبد العزيز. هذا مرحبا بك الاخ عبد العزيز. السلام عليكم شيخ نور الدين. ربي يبارك فيك الاخ عبد اللطيف. اي السلام عليكم. وعليكم السلام. صحيح اخ عبد اللطيف. الله يبارك فيك، مرحبا بك يا خويا. معكم سهرانين يا سلام. اهلا معكم سهر. ها مرحبا بك يا خويا. الله يبارك فيك. واش تقول يا شيخ؟ كان والو. انا يا من تبعك من ذاك العوام نتبع لي ميسيون تاعك تاع اين الخلل وكذا واللي هي ها. مليح يا خويا، مرحبا بك اخويا. ليميسيون فري شابين ليميسيون باسي تاعكم. شفنا شي سوالا هكا عرفنا لي سيكري عرفنا. ما شفت اذا منين راك تكلم فينا الاخ؟ من الجزائر عين دفلة. ايه عين دفلة ما شاء الله. ما لا كنت تتبع في الاذاعه أو تبعت تسجيلات. بون أنا ما كنتش نعرفها من الأول، ومن بعد وليت نشوف سوالع فريمون في الصميم. كنت تتبع فينا في الموضوع هذا اللي كنا نتكلموا فيه ولا؟ الكونيكسيون راهي عندنا عيامه، لو راهي شويه. إيه أنا نتحدثوا في الموضوع هذا نتاع العوامل نتاع النجاح نتاع الحراك ولا العوامل نتاع الفشل، كيفاش تشوف فيها أنت؟ ايه لا احنا يا شويه شغل ما عندناش المعطيات بزاف، يسمى ما نعرفوش الحاجه سوا كي تستعمل ولا كي تجي من القلب ولا الناس اللي يستغلوا صوالح هذو، يسمى دائما تصيبنا متخوفين. كيف يا الله يا كريم. سنة رب لك لربما شما يجيو اخوه هكذا. المهم الاخ عبد العزيز هكذا كنا احنا نتحدثوا. مانيش عارف انا ما كنتش نتبع وقيله في الكلام اللي كنا نقولوا فيه. تسمى انت كاين سؤال حق بطل.
إيه كنا نتحدث، قلنا احنا كاين هناك عوامل نتاع فشل اللي لو كان الانسان يتبعها راه راح يفشل، سواء في الحراك ولا في التغيير ولا في الانتخابات ولا في اي حاجه واحده اخرى. انت هذوك مثلا راح دير تجاره، رايح دير تجاره، كيفاش تنجح انت في التجاره هذيك؟ عندك عوامل نتاع النجاح اللي لازمك انت تديرها سي نورمال. في اي مجال. قال لك مثلا في الفلاحه، رايح انت تغرس البطاطا، ها تغرس البطاطا لازمك انت تحرك لها الارض، لازمك انت تشوف زريعه مليحه، لازمك انت تغرسها، لازمك تسقيها، لازمك انت تحرسها، لازمك انت تحركها الى غير ذلك. فهمت؟ ما تقدرش انت راك رايح انت توصل للنتيجه اذا كان انت ما درتش العوامل تاع النجاح. نفس الشيء فيما يتعلق بالتغيير، التغيير نفس الشيء. التغيير انت لازمك انت دير له شروط نتاع النجاح نتاعو، اذا ما درتهاش ما راكش راح تحقق حتى نتيجه. اذا تبعت انت العوامل نتاع الفشل، العوامل نتاع الفشل راك راح توصل للنتيجه هذيك. ما تقدرش انت دير نجاح تاع تغيير اذا ما كانش وحده وطنيه، اذا ما كانش مطالب مجمع عليها، اذا ما كانش لحمه وطنيه، ما تقدرش انت تحقق النجاح هذاك، امبوسيبل. كان الناس متفرقه، ناس قاعده تضرب في بعضها البعض، ناس قاعده هزه رايتين، ناس هزه مطالب متنافره متناقضه، ناس قاعده تطرطق في روحها، هذاك هز الشعار منه، هذاك هز الشعار منه، هذاك يخبط منه، هذاك يخبط منه، ومن بعد انت يا الناس تخون في بعضها، هذاك خاين، هذاك كذا، هذاك كذا، من بعد اسمه. صح، هذوك نقولوا مثلا لو كان انت دوك مثلا قال راك ضد النظام، قال ضد هاد الناس اللي راهم هما في النظام، قال بصح باش تجي تلحق انت واحد انت يروح يخرج لك يدير لك سيلفي، يخرج لك في عشيه هكذا يهز لك صوره، تجي تحكم انت مع واحد اللي حياته كامله هو كامل هو يناضل، من بعد تجي تقول لي انت تحوس على التغيير، تحوس على التغيير، ماكش تحوس على التغيير يا سي محمد. هذه غير كامثله برك. المهم نشوفوا ترى الاخ هذا اللي دخل معنا. مرحبا بك يا خويا. السلام عليكم. وعليكم السلام، منين راك تكلم فينا الاخ؟ الو، تفضل، مرحبا بك الاخ السلام اللي عليكم، دخل معنا. لاباس بخير؟ وعليكم السلام، الحمد لله، الله يبارك فيك. خد شوية روتار، ما فهمتش ما فهمتش الموضوع. ما فهمتش الموضوع والله. ما لا بالي، لا بديتوها بجماعة تاع خراطة ولا ايه والله، جماعة تاع عذراء، ها؟ جماعة تاع خرطة ولا جماعة أضرار؟ أضرار أضرار والله ما سمعت، ما عنديش خبر وش كاين. هاي، وانت وش عندك؟ وش عندك تقول لنا انت؟ بصح وش عليم تاع أضرار وشنو؟ كيفاش انت؟ أضرار 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 وش صرا؟ ما لا، ما راكش مكونكتي. مانيش مكونيكتي والله، ماني مكونيكتي. هاي مال الاخ الكريم، مال تبع، فهمت؟ ها؟ وكيت فهمت، تبع مليح، تبع مليح، وكي كي تبع مليح، مرحبا بك. إن شاء الله إن شاء الله. فهمت، صح. المرة الجاية تبع الحوار، كي تفهم الحوار مرحبا بك. أي على راني دخلتك ربك. برك هكذاك لانك انت ماكش موجود في الصفحة، مع ذلك دخلتك، قلت انا معليش يا سيدي تشارك معنا. ها سي كاين 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 كاين. يا خويا تفضل، يلا اعطيني الزاد اللي عندك. المهم خرجت، واش عليه يا سيدي. اخ جلالي محمد، قلت لي واش رايك يا الاخ محمد؟ يبدو هو انك ما راكش. ما شوف دوك نزيد نعاود نبعث لك الرابط. ها صبر سيدي، نزيد نعاود نكتب لك الرابط. هاني عطيت لك الرابط سيدي. ها
هاني درت لك الرابط الأخ محمد. الأخ شريف مازالني راني على المباشر. أخ شريف مازالني على المباشر. فهمت الأخ محمد، هاني زدت بعث لك الرأى الجلالي، ياه هاني زدت عاود تبعث لك الرابط، تحب تجي أروح نزيدو ندردشو شوية ونخرجو. الشريف إذا كان تحب الإخوة اللي تقدروا تشاركوا فقط اللي موجودين في الصفحة ومسجلين بالأسماء نتاعكم الحقيقية، مش مع هذوك نتاع لي بسودو، هذوك ما عنديش الوقت. هاك تشوف تدخل واحد نتايا يجي جمبر بيك، تتهضر معاه من قلبك وهو يجي جمبر بيك وبالذمة يكسبري على جلباش هكذاك زعما. اخ محمد راني دخلتك وزدت عطيت لك الرابط، ما عنديش كيفاش نزيد ندير معك. اخ شريف اذا كان تحب درتشو شوية قبل ما ننهي هذه المداخلة، راني ننتظر فيك نزيد شوية ونخرج. يا الله يا كريم، المشاركة متاحة فقط للناس اللي مسجلين بالأسماء نتاعهم الحقيقية، اسم واللقب والصورة. انت يا حر في صفحتك وانا حر في صفحتي، كلامي واضح. بالسلامة بالعافية. رانا نتناقشوا في قضية وطنية، من حقي على جال باش نعرف هنا الناس اللي نتناقش معاهم. فهمت؟ من حقي على جال باش نعرف هنا الناس اللي نتناقش معاهم. هاي ترى الجلال يا صاحبي داير علينا حي حياه وما كان والو. ها هو حاور جلالي، حاور جلالي، اقبل جلالي، اقبل جلالي. هاي يا عيسى وراه الجلالي تاعك هذا. وراه الجلالي تاعك يا عيسى. راني ننتظر فيك، راني بعت لك الرابط والله يا ذبحنا عتروس يا فؤاد، عتروس عتروس مشي كبش ربي يبارك فيك الأخ فؤاد. منين الأخ فؤاد منين؟ الأخ جلالي إذا كان راك على الخط، هادي الله يهديك الأخ جلالي. قال له شوف اسمع، راني فهمتك وقبيل، أنت فهمني قبل. آه ما شاء الله، الناس المسيلة خويا، الناس تاع كرم، ما عندنا ما نهضروا. ربي يبارك فيك، إلا جيت المسيلة راني نعيط لك. فهمت؟ يا الاخ محمد اسمع، فهمني قبل انت باش راك داخل بالكمبيوتر ولا بالهاتف نتاعك. اذا راك داخل بالكمبيوتر تقدر تدخل من خلال هذا الرابط اللي بعثته لك. اذا راك بالهاتف ما تقدرش تدخل، لازم يكون عندك برنامج نتاع الميسنجر. برنامج هذا حمله، تطبيق مثله، مثل سكايب، مثل الفايبر، مثل الواتساب، مثل البرامج تاع المحادثة الكثيرة.
بالهاتف لازم لك البرنامج الميسنجر. انا مانيش نستعمل في الهاتف، راني نستعمل في برنامج تاعه، راني نستعمل في الكمبيوتر. ربي يبارك فيك الاخ فؤاد، ربي يعيشك، تحياتي من خلالك الناس المسيله، ربي يهنيك. فهمت الاخ جيلالي، لازم لك برنامج الميسنجر. اذا ما عندكش البرنامج الميسنجر ما تقدرش تدخل. ما لا، واش راح نقول لك، ما عنديش كيفاش ندير لك، واش راح ندير لك انا، اضغط من خلال الرابط هذاك، دير هاي مكتوبه، دير الفرنسيه ولا العربيه، واش راك داير اللغه اللي تستخدمها في الهاتف تاعك. الا راك داير الفرنسيه، هاو كاين الرابط، اضغط على الرابط هذاك وين راه مكتوبه روجواني فوتر صالون، كليكي عليها، كليكي عليها، من بعد تجيني الاشاره انا باللي راك طلبت الاضافه، ندخلك ومرحبا بك وتكلم على راك جيد. كي تضغط واش يقول لك، كي تضغط على الرابط واش يقول لك. اصبر هاوج يا اخونا الشريف. احمد الدين، الاخ شريف، واش الاخ احمد الدين، كيف الحوال؟ لاباس والله، وانت ونصحتك. والله غلا بس الحمد لله. شو شويه اراني كنت نتبع كود هذا، ودخلت هذا وانت عشيت كملت، كنت متبع ما قدرتش ندخل حتى كملت الماكله. ها ربي يبارك فيك ان شاء الله. على هذيك ما دخلتش، وقعد نتبع، تخلطت الحاله. وعلى لا تخلطت وتزلطت معاك يا والله. يا ودي هذو كاينين الناس اللي فهمت، واش راكم انتم صحتكم؟ والله غلا بس الحمد لله، الحمد لله. كاينين الناس على بالك باللي كيتواجهوا مع الحقيقه، ما عندهم يقول تما، فهمت، كيكون هكذا اون ديريكت ما عندوش يقول. ايه تما ما عندي، حبي يجرب، حبي يجرب. ايه معليش ان شاء الله، كيفاش يقولوا، في الإعادة إفادة، بلا عاود مرة الجاية يكون على الأقل يقول جملة. وما عاد يقول جوج جملات ويا رايح حتى يولي يترح. إيوا هذا كيما كنا في الراديو، تجي أنت ساعتين ولا ثلاث سوايع وأنت تحكي في ندوة وطنية ودير في بحث وتتكلم في موضوع، هذا التاريخ، هذه السياسة، هذه كذا، ومن بعد هو يجي يقول لك الموضوع نتاع اليوم ماشي هو. والله غالب واش تحب دير خويا نور الدين، هذه الدنيا. لا كي تكون تعمل هذا الشيء صبر. ها شوف هذا قال لك تكتب لي طلب انضمام، ينضم صاحبي، هاو كيف ندير لك انا درك انا. انا اقول له اسمع بالعقل الاخ نور الدين، الاخ الكريم اسمع لي الاخ الكريم اسمع لي، كي تروح للرابط وين كاين التعليقات، كاين رابط لتما تخبط عليه يديك لعندنا. ياو قالك تسمى، قالك طالب انضمام، ايوا كيفاه، اي لازمك تدخل، دير انت انضم، راك دايرها بالعربيه، دير انضم. كي تنضم انت كي تدخل، انا من بعد نفعل لك هذاك باش تدخل، باسكو ما تقدرش تدخل لو كان ما ندخلكش انا، ما تقدرش تدخل. كي تدخل من بعد تلقى روحك راك في اللايف، وش هو طفي الاخ نور الدين، قول له طفي وانا نفتح لك الباب. ايوا محمد يخ على حساب الحطام، ما لقاش الباب. اسمع انا صرا له كي شغل واحد راهو في كولوار وفي الظلمه، فهمت، راهو في كولوار وفي الظلمه، ما كاينش الضو، راهو يحوس على الباب وراهو يقول له يشعل الضو. يلاه عظيم يا اخي، الله المستعان، اخ جيلالي واش راجل اخ راه يحوس، مازال ما لقيهاش، مازال هاو يخبط في البيبان، وقيلا في الباب الغالطه. الاخ الكريم الله يجعل الخير ان شاء الله. مانيش عارف لك نقدر ما على باليش كيفاش الاخ نور الدين، الامور واضحه الاخ نور الدين، باينه اللي حب الامور، ما كان لا واحد يكسر بزاف راسه في الهضره، كاين شي باين،
التنظيم ومن بعد التنظيم واختار كما قلت انت تختار الوسيله التغيير وتنظم فيها وتخدم فيها. هذا ما كان قاعد درك. درك الناس راهي الناس يتحركوا بالمناسبات، راهي جاو 22 فبراير راهم يتحركوا الناس. اخ محمد والله جلالي شوف، لو كان جيت في الاول نقدر ندخلك فهمت، كان جيت في الاول تسمى في بدايه نتاع الوزمو هذاك ممكن نقدر ندخلك كي تكون وحدك، بصح دوك خلاص انا راني انطلقت في الوزمو دوك انت لازمك تلحق كي شغل القطار مشى. واش يوسف شبيك؟ كي شغل القطار مشى لازمك توقينا من جماعة مدنية انت. هذا النهار كامل انتم مدنية مش عسكرية، ماكش قادر تدخل انت النقاش، راه انت تغير نظام. الله يبارك. هكذا وتهضروا على الامريكان وتهضروا على يا الاخ جلالي اضغط برك، راه عندك شوف عندك اضغط، اسمع اضغط على الرابط هذاك باش قول لي قبل، قول لي باش راك كاتب، كاتب بالعربيه ولا بالفرنسيه الاسم نتاعك، اللغه اللي راك مستعملها انت في الفيسبوك واش هي؟ اكتب لنا ميساج يا صاحبي، اكتب لنا ميساج قول لي كيفاش راك، واش هي اللغه اللي راك تخدم فيها. راك تستخدم في العربيه ولا في الفرنسي ولا في الانجليزيه؟ عربيه. اوكي نتايا كي تضغط على الرابط هو يدير لك انضم للغرفه ولا للصالون، فهمت؟ يقول لك انت انضم للغرفه ولا للصالون، انت تقول له ايه اوكي، دير اوكي. من بعد انت كي تدخل تجيني انا رساله تقول لي بلي هاو فلان دخلت، يظهر لي تظهر لي بلي دخلت، من بعد انا ندير لك الموافقه، ومن بعد انت تقدر تلقى روحك على المباشر كي ندير لك انا الموافقه انت بقى انتظر تلقى روحك على المباشر تتكلم معايا على المباشر، ما فيها لا زيد لا والو، حاجه سامبل خلاص. اذا كان رابط قديم اضغط على الرابط اللي راني حطيته لك في التعليق، دوك نزيد نعاود نحطه لك. ها يا سيدي نزيد نعاود نحط لك الرابط دوك. ايه هاني درت لك الرابط دوك، ها هاني كتبت لك في التعليق، واش راح نزيدك؟ هاني درت لك الرابط، هاني تحاول حطيته لك دوك. انت اذا كان ما قدرتش تدخل واش راح ندير لك انا؟ ما عندي ما ندير لك. كيف قلت لي الاخ الشريف في انتظار هو انه هذا شنو هي راح صوت الاخ الشريف. بالك لعاود غلقت الميكروفون مانيش نسمع فيك. انا غلق الميكروفون صح تبالك حد دخل الاخ لو يتحضر معك تبالك حد دخل وقلت نغلق الميكروفون باش من ما كانش مازال ما تعين ان شاء الله الصباح هو يخبط عنده ضوء قدام من يوم هو عيسى ويحوس يهضر معك الجلالي هو يحوس يهضر معك الجلالي قلت له انا سيدي ها يا سيدي هات هذا الجلالي هذا يهضر معنا وما كانش. باش يدخل دخل معنا المرة الماضية. لا لا ما دخلش هذه المرة الأولى نتاعو ما دخلش مش مول في يدخل هذا. مهم واش تحكي الاخ شريف؟ كنا نتناقشوا في الموضوع هذا نتاع العوامل نتاع النجاح والعوامل نتاع الفشل نتاع الحراك والتغيير في الجزائر، لربما نتكش ما كاينه بعض النقاط اللي ما تكلمناش عليها والله
والله كشمال لا ربما راها بنت لك على باليش انك كشمال راها بنت لك نقاط هكذا الاخ نور جاي. شوف انا على حسب فهمي للامور، النظام هذا النظام اللي هو في الجزائر الان يتعامل مع الشعب الجزائري على اساس انه هذا الشعب الجزائري مستعمر، كما كانت فرنسا تتعامل مع الشعب الجزائري في وقت الاستعمار. انا هكا نشوفها. كيف هذوك نعطيك نقطه بنقطه باش تفهم وباش الناس تفهم، لان الاستعمار لما كان مستعمر الجزائر كان يقرب الناس، كان يقرب القياد، يقرب الناس اللي يقدر يتفاهم معاهم بالطريقه اللي حبها هو يقربهم، والناس اللي يمشوا في الطريق غير الطريق تاعو يبعدهم، يسميهم مخربين، يسميهم تيروريست، يسميهم كل اسماء الماشي مليحه خارجين عن الطريق، يسميهم واش يحب. السلطه في الجزائر راهي تعمل بنفس الطريقه. لو كان تشوف انت نورمال ان في الحالات العاديه لما تكون جزائر حاله عاديه، من المفروض الشعب لما يخرج الشارع ويطالب بالتغيير السلطه بحد ذاتها تبحث على هاد الناس واش هو الهدف من هذا الخروج، ما هي المطالب، يا إما تلبي المطالب الشعب وتبقى هي تسير، لكن هي تحسن الأوضاع، تشتغل على تحسين الأوضاع، تشتغل لمحاربة الفساد، تشتغل على محاور كثيرة. الشعب الجزائري واش راح يدير؟ راح يقول لك حنايا رانا خرجنا طالبنا الناس اللي راهم حاكمين، السلطة الفعلية اللي راهي في الجزائر تحكم راهي تلبي لنا. خلاص راهو خلاص وقع هناك شيء يسميوه الأخذ والرد. الآن الجزائر واش هي؟ شاب جزائري خرج حب التغيير، الجزائر في مأزق سياسي اقتصادي اجتماعي تعليمي صحي تاع النقل تاع كل، فيه كاع مشاكل، كأن شيء كل فيه مشاكل، فيه بعض الأمور تسير بصح ماهيش بهذيك الطريقه اللي لازم تسير، تمشي نورمال بالحقيقه تمشي احسن. بالمفروض النظام هذا النظام باش ما يصراش مشاكل، باش ما يصرا حتى مشكل. يا اخي انا وزير الصحه نشوف اصحاب الصحه ونخدم ونمشي في المسيره اللي تصحيح المسار. ال 20 سنه اللي دارها بوتفليقه ولا نقولوا من الاستقلال اليوم حاجه مليحه نحتفظ بها، حاجه ما تمليح حاضر ماها في الزباله نجيب حاجه مليحه نخدم بها. الشعب واش يدير؟ يلاحظ باللي هناك تغيير، هناك لغه جديده، هناك تغيير، ما كان له يغيروا. علاش نروح انا نحيب تبون باش نجيب رئيس واحد اخر ومن بعد تبون يولي يخلص لا روتريت تاع رئيس جمهوريه ويزيد نجيب رئيس جمهوريه نخلصوا؟ ماذا بيا بقى تبون انا ماذا بيا بقى تبون وبصح يخدم لي البلاد باش ما يجيش واحد اخر يزيد يخلص والاخر يخلص كيما دوك الوزاره. بوتفليقه يجي بدل الوزاره والاخر بدل الوزاره والاخر روح للتقاعد اعطيه دراهم تاع التقاعد يضربوا 30 مليون في الشهر 40 مليون. اخ شريف صبرني دقيقه برك، الاخ اللي ترمز للاسم نتاعك بصالح مرتين ولا ثلاث مرات وانت تطلب الاضافه انت ماكش موجود في القائمه باش تكون في الصوره. النقاش المباشر هذا راه غير فقط للناس اللي موجودين في الصفحه نتاعي الخاصه، باش تكون موجود في الصفحه نتاعي الخاصه الاخوه اللي ربما يحاولوا يدخلوا في الصفحه نتاعي يكتبوا لي تعليق وين راهو البث المباشر باش نعرف باللي راهو فعلا موجود في الصفحه، لانه كاين مرات هو انه واحد ماهوش موجود في القائمه ويطلب الاضافه نتاعو ما نقدرش ندخل فقط الناس اللي موجودين في الصفحه الخاصه نتاعي بالاسماء نتاعهم والالقاب الحقيقيه مع الصوره. الواحد اللي نكتشف من انه ماهوش الاسم نتاعو صحيح ولا اسمه نحيه.
راني الكلام تاعي واضح، ما عنديش، راني نتكلم مع ناس مثل ما راني نتكلم بالصوت وبالصوره، نحكيو في قضيه جديه. اللي راهو درك هو حب يدير الشاط ولا يجي يقنبر بالناس ولا هذيك، معذره انا ما نقدرش نعرف الناس. لو كان مثلا راني قال نتلاقى انا وياك والله نحكي انا وياك، ما عنديش مشكله، لكن احنا رانا في الانترنت، ما عنديش الوقت انا على جال باش ياك تشوف سيد انايا نهضر معاه ويقول لي انا درت لك فيديو بعث لك على الخاص شوفه. انا يعني المباشر هو يشوف له فيديو على الخاص، خدم عقلك شويه صاحبي والله العظيم. تفضل معذره الشريف. قلت لك باللي المساله واضحه، لو هذا النظام، لو هذا النظام اللي جاء راهو عنده من جاء تبون الان راهو عنده عام، كان يعطي اشارات للجزائر الجديده اللي يتكلم عليها هو في الخطاب تاعو في لقاءاته الصحفيه. اما كان والو الاخ شريف بارك الله، كان والو الان وضحت الامور النهار الاول. قال لك مثلا كانت الناس قال مثلا هذو اللي كانوا هما يقولوا باللي كاين هناك عملية تاع تطهير، فهمت، في قيادة تاع الجيش، وراهم خاضوا حروب وخاضوا كذا، ونقوا الجيش من عملاء فرنسا ومن كذا ومن كذا ومن كذا. ايه منهم اللي هو راه مشى مع هذاك بن قرينا الاعتبارات، كاين الاعتبارات الدينية، كاين الاعتبارات الجهوية، كل واحد كيفاه. وقال درك ربما راه الناس ما كانتش على بالها، فهمت، قال الناس ما كانتش على بالها بالوسمو بالمرشح الحقيقي. والله سيدي فرضا يا سيدي، قال راهم دركم قال ترشحوا لي دها خلي نروحوا نسلموا بالكلام تاعهم. هو في الخطابات نتاعو قال باللي راهو رايح يرفع الظلم على الناس، قال باللي راهو رايح أمن بهذه الجزائر الجديدة، وإلى غير ذلك من الالتزامات اللي أعلنها ودار بالالتزامات 54 التزام، فهمت؟ يعني شوفوا هم المظلومين، صار درك النزار مظلوم، صار توفيق مظلوم، وإحنا مانيش عارف كذا، صار عباس عروة إرهابي، وصار مراد هنا إرهابي، واسمه نزار مجاهد، هو المجاهد توفيق، فهمت؟ وصار درك هذا عبد العزيز بن العيد اللي ساهم في تدمير عبد الحميد مهري، صار هو الفنان الجديد، والاخر 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 والاخر. درك الان راه الامور اتضحت من انه هذ الناس مخادعين. هذا ما كان، اذا كان درك هذ الناس اللي راهم يتكلموا باسمائهم يلجموهم، فهمت، ويبينوا اشياء على ارض الواقع وعلى ارض الميدان من خلال افعال اللي يلمسها المواطن، رفع الغبن على الناس. الناس راها صاحبي، راها الناس تخرج تمشي في كل البلدان، هما مسكرين الحدود. واش من جزائر جديدة تحكي لي عليها انت؟ واش من جزائر جديدة انت تحكي لي عليها؟ ناس واحد يموت له واحد من الاقارب نتاعو ما يحضرلوش، وهما قاعدين يخرجوا يروحوا يبدلوا في ظفارهم ويبدلوا الشعور تاع الكلاب تاعهم ومانيش عارف واش. رفع الغبن على الناس، محتاجين القرارات التاريخيه، فهمت. ما يكفينيش انا تهضر لي على بو مدين، تهضر لي على العربي بن مهيدي، وتهضر لي على مصطفى بن بولعيد وبن باديس ومانيش عارف شنو. حوسك انا تكون راجل كيما كان راجل بو مدين، حوسك تكون راجل كيما كان راجل العربي بن مهيدي، حوسك تكون راجل كيما كان راجل بن باديس والاخر والاخر والاخر، فهمت. ما يكفيش انا تحكي لي دوك انا هاز لي شعار تاع الجزائر الجديده. الجزائر الجديدة حابين يشوفوها في الأفعال، فهمت. لما تعين لي أنا واحد كيما هذا بالعيد ولا الآخر ولا الآخر ولا الآخر، ماكش مع الجزائر الجديدة، فهمت. أنت راك مع نفس النظام بواجهات جديدة، هذه بلاك واجهات جديدة، هذه بلاك. أما باش تقول لي باللي راك مع الجزائر الجديدة اللي يطمح لها شعب، ما كانش منها. الأفعال مناقضة للأقوال. وين نرى الأموال اللي تكلموا عليها على جل باش يرجعوها؟ وين نرى العصابة هذه اللي تكلموا عليها؟ شكون هي العصابة؟ العصابة هو السعيد بوتفليقة، العصابة هو أحمد ويحيى، العصابة هو سلال. لولا
توفيق ولولا الجماعه اللي كانوا معاه ما ظهر هذا سلال ولا ظهر يحيى ولا ظهر حداد ولا ظهر ربراب ولا ظهر زيد ولا عمر من الناس. هذو هما اللي خلقوا هذه العصابه. الناس اللي داروا العصابه، الناس اللي خلقوا هذو الرعاوين، هذ الحفيانين، هذ العريانين اللي رجعوا منهم هما ارباب المال، هذو هما اللي فعلا هذو هما العصابه. الواحد على بالك مرات كي يتقلق على بالك الواحد يروح له الصوت. روح غير بالعقل اخ نور الدين. لا اله الا الله محمد رسول الله. يا ودي روح بالعقل برك فهمت؟ لازم ما تقلقش بزاف. هاد الناس هما واش يحبوا يقلقونا، ما يقلق ما لازمش يقلقونا كاع. احنا رانا قلنا ونعاودوا، اللي يحب يصلح يصلح. ما يبقاش يقعد يدور في الناعوره القديمه. فهمتني؟ المشكل وراه هو انه يتكلموا على شيء ويفعلوا شيء اخر. يتكلموا على شيء هما يديروا بامور اخرى ما عندها حتى علاقه مع الاصلاح. من بين الامور اللي ماهمش يصلحوا ان احنا نشوفوا باللي مرض هذه الجائحه الكوفيد هذه دي الكورونا هذه اللي راهي دايره دارت مشاكل صحيه واقتصاديه. ما شفناش حنايا خدت مثلا الدوله الجزائريه ما خدتش قرارات صائبه فيما يخص مثلا الناس اللي يخدموا، خاصه الناس اللي يخدموا عند نفوسهم، مثلا سائق طاكسي، سائق الحافلات، الماسون اللي يخدم عند روحه، البلومبي، واسمه كيفاش نقولوا حنايا، ربما مانيش عارف اللي عنده محل اللي يبيع الامور، راهي التجاره تاعو ماهيش تمشي، عنده مشاكل كذا. نورمالمون هاد الناس هذوما تقدم لهم الاعانات. هذا الامر لو كان قامت به السلطه الحاكمه كان الشعب الجزائري على الاقل يقول باللي الحمد لله راهم قايمين بينها، راهم ما عطاو لهم والو. كان الناس لما يخلصوا الكرا تاع المحل تاعهم كانوا يخلصوا الكرا ومغلوقين، ما يخدموش، منعوهم، قالوا ما تفتحش. كاين بزاف امور، كاينه كثيره من الامور. الطاكسي مثلا قادر يخدم يا ولد هنايا بني الشريف. نقول لك رانا قلنا هذاك النهار، نعم. يا المواطن الجزائري في الاصل يحوس هو انه لا تخدش الكرامه نتاعو، هذا هو الاصل. مستعد هو انه انت يضرك الناس. الشعب الجزائري في العموم نتاعو مستعد هو انه مواطن، هو انه كما قلناها ونعاود نكررها، مستعد باش هو يعيش بنبزه كسره وكاس ماء، فهمت، والراس في السماء، حوس على العزه. هذو ناس تشوف هذه راها من الابجديات عند الدول. انت شعب خارج يقولك لي تولي البلاد يا سراقين، شعب خارج يحوس على وجوه جديده، يحوس يبعد هذا الكممر، هذو يحوس يبعدهم، ماهوش حاب يشوفهم، حوس يشوف وجوه جديده اللي يطمئن لها. حوس على هو انه يروح للمستشفى يداوي. يا سيدي واش عليه؟ قال الكلاشين راه من قدامه 100 ولكن يفوتوا واحد بواحد قدامه ما يغيظوش الحال. هو يغيظوا الحال لما يكون داير لاشان ويجي واحد يكسر لاشان ويروح يدخل قدامه. هذه اللي تغيظوا المواطن. تروح انت يا واحد راهو قال مثلا داير لاشان من 4 نتاع الصباح على حاجه ويجيك واحد من هي يديها. المواطن يحوس على العداله، يحوس على الكرامه، يحوس على العزه، ومستعد هو باش يضحي من اجل الوطن تاعو. لكن هاد الناس هذو مش فاهمين هذا الشعب، هذا مش فاهمينه. هذو حاسبين الشعب عبارة عن قطيع نتاع غنم يصبوا فيه وين ما حبوا. كل مرة شعب هو قال يطالب بالتغيير هما ينحيوا الواجهة ويجيبوا لك واجهة واحدة أخرى. ودي كلون راح كلون يجي كلون، يقعدوا هما في بعضهم
راهم دور كامل متناسبين في بعضهم، تلقى واحد قال مثلا قائد ناحيه راه نصيب فلان، ساب في بعضهم نساب في بعضهم دايرين درك هذا اللي اسمه في لي كونسيلا لا ميم شوز، فهمت؟ في لي كونسيلا تلقى ناس راهو هذاك نسيبو فلان، هذيك عمها فلان، هذيك بنت خالتها كذا، هذاك خالو كذا، هذيك كذا، حاكمين المطارات الوسمه في المطارات في البور في المطار في الجزائر، في الشركات المفتحات في السوناطراك في ذيك في ذيك في ذيك، وصاروا درك هما هكذا هما ولادهم ونسابهم وكذا. والجزائر هذه تجي تغني لي انا جزائر مليون شهيد وجزائر كذا وجزائر كذا، جزائر مليون ونص شهيد حب نشوفها في افعالك، تحكي لي الاسلام نحب نشوفه في افعالك، ما تحكي ليش. قال ربي وقال الرسول وقال هارون وقال عيسى وقال موسى وقال كذا، حاب نشوف الافعال نتاع الاسلام، نشوفها شوفها على ارض الميدان، نشوفها مجسده، مجسده في النظافه، مجسده في الاخلاق، مجسده في الكفاءات، مجسده في التعاملات، مجسده في العبادات، مجسده في كل مجال. هذو الناس ما مش يحوسوا على الخير للبلاد، أثبت التجارب كذا مرة من أنهم يستعبدوا في الشعب، هذو يمارسوا في سياسة الاحتلال، يمارسوا فيها الشعب، بل وصل بهم الأمر هو أنه فاتوا الاحتلال، فاتوا الاحتلال، فاتوا فاتك صح يا صاحبي يا هذه هي الأخبار، الأسماء الأخبار الدين، الأمور واضحة، أمور واضحة وضوح الشمس. أنا وجهك راك واشك تقول فيه، واشك تقول فيه أغلبية الشعب الجزائري هذاك واش هو يطالب، أو يطالب كما يقول لك الكاس خبز طرف خبز وما والراس في السماء. الآن المسألة راهي متعلقة بهذا الشيء، الشعب الجزائري المشروع تاع السلطة الحاكمة حبت تذل الشعب الجزائري، ماهيش حابة الراس تاع الشعب الجزائري يكون مرفوع، هذا هو. لو كان حبوا كان حبوا حابين راس تاع الشعب الجزائري يكون مرفوع كانوا هما كيما يقولوا حنايا في الجزائر يحمر لك وجهك. وكيفاش الجزائر وما ادراك ما الجزائر، ما زالت الناس دير لاشين على شكاره تاع حليب، شكاره تاع حليب الصومال ما يديروش عليها لاشين. تروح انت يا منش عارف وين تروح، البلدان اللي عندها المشاكل ما عندهاش دراهم ما عندها والو ما عند ما تلحقش الدرجه باش يديروا لاشين على حوايج بسيطه مثل هذه. شوف بتشوف علاش، لان هاد الناس اللي حاكمين فينا حاكمين فينا حبوا يذلوا الشعب الجزائري، كل مره يخلقوا لك ازمه باش يبعدوك عن الحقيقه والواقع المعاش، يدير لك ما كاش سيوله في 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 اسمه في في لي بوست باش تخرج دراهمك، ما كاش يقول لك ما كاش سيوله. لماذا ما كاش سيوله؟ ما تعرفش انت باش تحضر نفسك باش الناس تكون عندها الحق تخرج دراهمها. علاش تدفع الناس كل يومين يجي يومين ثلاث ايام يجي يخرج، خليه مره يجي يخرج دراهم تاعو، يخرج في العود خلص ملايين ولا ثلاث ملايين، يخرج 10 ملايين يديها لدارو يصرفها يدبر راسو. وزيد زاده اخلق طرق اخرى للدفع. الناس تطورت، الناس راهي راح تدي خرج لي كارت دو بونك، الناس تروح تشري بالكارطة ما تحتاج باش تخرج دراهم. اخدم طور البلاد. هذو سياسي فولي هذو، فهمت؟ هما حابينها هكذاك، بارك الله فيك. هما حابينها هكذاك الاخ نور الدين دوك اوتوماتيكمو. واش هم يحوسوا؟ واش هم هاد الناس هذو واش يحوسوا من الشعب؟ واش هم يحوسوا منا؟ واش يحوسوا؟ واش هم يحبوا يحبونا نغلقوا فمنا نسكتوا ونقعدوا في دورنا كي باش عرفوا شن البلاد؟ طوروا لهم البلاد وهم يجيوا رؤساء عليك هكذا يهوزوا. بارك الله فيك. وين راهم رايحين بهذه العقليه هذه؟ العقليه هذه اللي العقليه المتخلفه، ناس تخدم بلادها باش تعيش، وانه هما يسرقوا في دراهم بيدوا فيهم الليترونجي يبي يشروا بهم شركات المصانع باش يبنوا مصانع في البلاد هنا، يروحوا يشروا مصانع في فرنسا ويشروا مصانع في منظر واحد اخر، ينفستيو دراهمهم في الخارج باش ولاد الفرنسيين يخدموا ولاد الجزائريين ما يخدموش. وناك رايح؟ او
وينكوا رايحين بعد الضربات بالسياسه هذه؟ السياسه هذه ما توصلش. ما الجري راك ما الجري دركا، ما الشعب الجزائري ما يقدرش يغيرك، ما يقدرش يبدلك، بصح اجيال تجي تغيرك. يحق النهار وانت تحاسب، اذا ما تحاسبش الدنيا تحاسب يوم القيامه. وينكوا رايحين؟ وفروا شغل للناس، وفروا وفروا كل شيء للناس، وديروا المجهود على الاقل، ديروا المجهود، ديروا المجهود تاعكم باش تخدموا البلاد. جيب لي واحد نتايا ما تخليش يخدم، جيب لي وزير تحطه كوزير وما عندوش الحق ياخذ اي قرار، دير لي ولي تاع ولايه حكم ولايه ما عندوش القرارات، ما ينجمش ياخذ قرار يحرك الاقتصاد ولا يدير حاجه. كل حاجه لازم له يروح عند العسكر. كل حاجه بالاذن العسكر. وينكوا رايحين؟ لازم كي تعطي واحد مسؤوليه معناتها هو قادر على المسؤول تاعو، عنده مشاريع، ولي حكم ولايه يعرف واش هي المشاكل تاعو، عنده بيدجي تاعو، دراهم تاعو، يخدم المنطقه تاعو. البلديه عندك المير خصته حاجه، يا عنده دراهم يخدم يسقم البلاد، يسقم البلديه ديالو، نروحوا من البلديه للدائره للولايه والامور تصير. هنا كيفاش راهم يخدموا هنا؟ هنايا احنا عايشين في البلد هذه، كيفاش يخدموا؟ البلديه هي اللي تخدم كلش. الدوله راهي تبارك تمول وتراقب، تمول وتراقب فقط. ايه ما كانش حتى مقارنه للاخ شريف، هذوك راهم فاتونا بوسمو بسنين ضوئيه، ما كاين حتى مقارنه. هذو رعاوينا، هذو رعاوين، تعرف شو هو رعاوين بالمفهوم السلبي، فهمت؟ لانه كاين اللي راهو راعي شريف، راهو راعي شريف، راهو يخدم كيما يقولوا بعرقو، راهو 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 يخدم ويجي يدي في خبز حلال. هذو رعاوين بالمفهوم السلبي نتاع واحد راسه مسكر. هذو انت حاكم لك واحد، لك حاكم لك الجيش، واحد حاكم لك كذا، واحد حاكم لك كذا. هذا انت نزار، هذا يجي قائد نتاع جيش، هذا يجي قائد نتاع جيش، والاخر. هذو رعاوين لقاو الناس للاسف الشديد يستعملوا في وطنيه مغشوشه. لو كان جاو قال مثلا الناس وطنيين، وراهم قال مثلا هما يسعوا من اجل تجسيد الرساله نتاع الشهداء، من اجل تجسيد الامانه نتاع الشهداء، ويخليوا الشعب الجزائري يحفظها جيل بعد جيل. لو كان راهم هما يسعوا من اجل تحرير الشعب الجزائري في كل المجالات، في العقول وفي كل المجالات، لو كان راهم هما يسعوا من اجل عجل باش يرفعوا الغبن على الشعب الجزائري، ياك تشوف فيهم قاعدين يتصرفوا باموال الشعب، يتصرفوا فيها كما يتصرف واحد يتصرف فيها في جيبه دون حاسيب ودون رقيب، ويحاسبك انت على قلت كلمه، يحاسبك انت على درت تعليق، ويحاسبك على درت انت كذا. هما يديو في بوشاوي، ويديو في خروبه، ويديو في متيجه، ويديو في كل مكان، وانت شعبه يحسدك عليها، شعبه يوسيك عليها، فهمت؟ وكان راهم درك هما راهم قال راهم يخدموا للشعب، لو كان الشعب راهو قلت لك انا الشعب يحوس على العداله، يحوس على العداله. كيفاش انت هذا واحد يروح على اتفه الامور يديوه يداوي في الخارج، واحد باش يحكم رونديفو في سبيطار مسكين كذا، راك تشوف فيهم انت ناس من اللي خرجت فرنسا مازالهم هكذا، مازالهم على الدواب، مازالهم كذا. يجي هو يطالبك، ها ذاك النهار انا قاعد نشوف مجموعه في قريه قدامنا برك، لازقة في القريه هذيك وين رانا ساكنين، احنا كنا قريه واحده، قاعدين يحفروا في الطريق بالاموال تاعهم. او في 2021 سيد قاعد يخطب لك روحوا لمناطق الظل وروحوا كذا، مواطنين يخدموا في الاضاءه. وين لقيت انت في 2021 مواطنين يخدموا في الاضاءه في الطريق؟ فهمت؟ هم اللي يركبوا في الوسمو في الاعمده هذوك في الطريق، يديروا في الاضاءه في 2021، ويحوسوا غير يعطيو لهم برك، يعطيو لهم قلب وطوات باش هما يركبوهم مساكن، لانه الله غالب. فهمت؟ 2021 السيد قاعد يديق بروجي نتاع مواطن اللي ربما حياته كامل ما يلموش، هو يداوي به في نهار واحد هو والعائله نتاعو، ومواطن حياته كامل هو يخدم ما يلمش،
قيمه نهار واحد اللي داوي به هو هو والعائله تاعو. ياودي ذورهم وصلوا وصلوا لواحد الطغيان غير ربي اللي على بالو به. الله المستعان. فهمت؟ الله المستعان اخ نور الدين، هذا هو المشكل اللي رانا عايشين فيه. لو كان هما جاوا في المستوى وخدموا البلاد كون رانا لاباس بينا، وكان شعب الجزائر راهو فرحان وكل واحد عنده حقه. شوف شوف بومدين برك، كثير من الناس كان الناس اللي هما يسبوه والله ينتقدوه والله علاه الناس يحبوه. الناس اللي يحبوه ما نحكيش انا عن الناس اللي يكرهوه، الناس اللي يحبوه على واش يحبوه؟ على واش يحبوه؟ يحبوه لانه ديكتاتور؟ على واش يحبوه؟ يحبوه لانه ما شاركش في الثوره كما يقولوا البعض، يحبوه لانه ما كلمش حتى قرطاس كما يقول البعض، يحبوه لانه راجل، لانه كي يخبط يده على الطابله يخبطها، لانه كي يقول ينفذ، يحبوه لانه نظيف، يحبوه لانه ابن عائله، يحبوه لانه يبكي على الزوالي، يبكي على الفقير، يحبوه لانه يضرب بيد من حديد على الفسقة المجرمين، على الفسد اللي راهم يمصوا في الدم تاع الشعب، يحبوه لانه اللي كان يتكلم يعقبوا البوطو. فهمت؟ هذه اللي يحبوه الناس، ويحبوه انسان راجل. شعب الجزائر يحب انسان فحل ويحبوه راجل. هذو يحبوا يديثوا هذا الشعب، يحبوا يرخصوه. الشعب الجزائري كان يضحك لما يشوف واحد يسلم على اليدين، درك عادوا ماشي غير يسلموا على اليدين. كان ما جاش الواحد يحترم عائله ترى مسلمه فينا. وصلوا الشعب، وصلوا الطحين، وصلوا من عارف انا كيفاه. فهمت؟ الشعب الجزائري حوس على راجل، حوس على ناس في المسؤوليات المختلفه يكونوا يبكيوا على الشعب. ذورا وصلوا الشعب، وصلوا لواحد المستويات غير ربي، غير ربي اللي على بالو بها. وصلوا الشعب، وصلوا للانتحار، ولات الناس تحارك في بعضها. وين راك رايح بهذا الظلم، بهذا الحقره، بهذا وصلوا الناس لواحد المستويات الله اعلم بها. هذا الانسان اللي يوصل انت هو انه يحرق روحه. وين راك وصلتوا؟ هذا الانسان اللي صار هو شباب 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 يرميوا رماحهم في البحار من ست الافاق. وين متين الشعب هذا؟ وين شاب شباب شباب مساكن هكذاك يخرجوا هكذاك كل يوم يغدروا واحد، كل يوم يفقروا واحد، كل يوم كذا، ومازال متمسكين بالسلطه، ومازال هكذاك راهم وطنيين والاخرين خونه وارهابيين وكذا. وصلوا الناس ساكنه في بيوت قصديريه، فهمت؟ ناس قاعده دي فيلا بلي بيسين تاعها، ناس دايره واسمو حدائق، دايرين حيوانات، دايرين حدائق، هذه طيور، وهذا في الخطاوص، وهذا سبع، وهذا فيل، وهذا في الجزائر. والناس عايشه بالترنيت، مازالوا في 2021. وين راهم هذو يحوسوا على البلاد؟ هذو وين يحوسوا على البلاد؟ هذا الانسان اللي يقعد لك انت 3 أشهر هو في المانيا بدراهم الشعب انت ما تتكلمش. ودركا والله العظيم اذا كان الشعب ما تحركش، والله العظيم يذل اللي راه جايو غير ربي اللي على بالو به. لانه هذا راهم دايرينو المرحله مؤقته، ويلي كيدوه كيما اللي كيدوه بوتفليقه، ويلي كيدوه كيما اللي كيدوه زروان، ويلي كيدوه كيما اللي كيدوه الشاذلي. وهذا شنقريحه واللي معاه كيف كيما راح العماري قبله، راح القايد صالح كيف كلهم. وتقعد هذه الاجيال تدفع في الفاتوره. لازم على الشباب الجزائري يتجند على جنب باش يوقف هذا المهزله، ابتداء من البلديات والبرلمان، وما لازمش يخلي لهم هذا المجال. والناس اللي راهم في الجيش من شرفاء اللي احنا رانا ننتظر فيهم على جلب هما ينحازوا لهذا الشعب، هذا الشعب المقهور، هذا الشعب اللي درك دفع الفلذات
نتاع الأكباد نتاعو أكثر من 200,000 قاتل، أكثر من 1.5 مليون من الشهداء، قوافل من الشهداء، والشعب هذا يرزح تحت الظلم تحت القهر، شعب يحوس على رجال يدافعوا عليه. ما تنتظروش انتوما على جال باش الشعب يدافع عليكم، انتوما اللي تدافعوا على الشعب، انتوما اللي هزين السلاح، انتوما اللي هزين الصاروخ وهزين الدبابة وهزين الطيارة، انتوما اللي مستعدين باش تدافعوا على الشعب. الشعب هذا مستعد باش يسندكم، مستعد باش ياويكم، مستعد باش يهزكم فوق الراس تاعو، لكن انتوما دافعوا للشعب. الى متى؟ الى متى وهذا الناس يحقروا في هذا الشعب؟ صاروا هذا الخونة المجرمين، هذا السفاحين، هذو اللي وصلوا الشعب أكثر من 200,000 قتيل، يجوا الناس يقلبوهم مجاهدين، والناس اللي هما كانوا يحوسوا إلى الرفعة نتاع هذا الشعب يصيروا إرهابيين في هذه البلاد هكذاك بالظلم وبالكذب وبالتبلعيط. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. الله يجعل خير. يا الله يجعل خير. لا إله إلا الله محمد رسول الله. المهم معذرة لكان واحد راه مفعل ولا اللي كراه الواحد يضرب بالجوارح نتاعو، يضرب المشاعر نتاعو، وحنا رانا ما نسوي والو قدام الناس اللي راه تعذب. فهمت؟ الناس راه تعذب. تشوف انت يا هذيك الأخت هذيك اللي البارح توري في أمها تتعذب قدامها، ما يقدر تدير لها والو. واش تدير انت قدام هذا الناس؟ هذا واحد رجله مبتورة، واحد عينه مبتورة، الناس فهمت تعذبت أثناء الثورة، جاء الاستقلال، قالت الناس الحمد لله أخويا ناكلو كيما قلت أنت، شتكسرة وكاسمة وراس في السماء. فإذا به تم الإذلال نتاع الشعب ردها من الزمن. ونفس الشيء في هذه المأساة، الناس دفعت الغالي والنفيس، وما زالها الناس ما زالت تتعذب إلى تاريخ اليوم. ونفس الشيء نفس الشيء هاك تشوف فيهم، صاروا هم اللي مع الحراك، صاروا هم اللي يسعوا للتغيير، صاروا هم اللي حوسوا على الجزائر الجديدة، والناس اللي سنواتهما يناضلوا، سنواتهما سهرانين، سنواتهم يدفعوا من أموالهم ومن صحتهم ومن وقتهم ومن تفكيرهم، صاروا غرباء في هذه البلاد. وهذه هي، ربي إن شاء الله يتولهم، ربي إن شاء الله يتخبيهم الأرض. أمين. هذا الناس اللي طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد. أمين. ربي إن شاء الله يخسف بهم الأرض. أمين. ربي إن شاء الله يشل الأجسام نتاعهم، يحبس العروق، يحبس الدم في العروق نتاعهم. أمين. هذا الناس اللي وصلوا شعب، وصلوا لهذه المستويات، صارت الناس تضحك علينا. عوض هو أنه يرفعوا الغبن على الشعب، عوض هو أنه يرفعوا الغبن على المظلومين وعلى المقهورين، صاروا يحقروا في أبناء الشعب، يدعموا في الناس المجرمين وفي الناس السفاحين اللي كانوا هما دخلوا الشعب في محرقة. لولا ناس اللي خافوا ربي وساهموا في إنقاذ ما يمكن إنقاذه، لو كان راه البلاد راح تتحرقت، هم يحوسوا يزيدوا يبعثوا هالمحرقة واحدة أخرى. وش تنتظر انت من الشعب انت لما تغلق عليه؟ الناس اللي يعرفوا يقول لك الضغط يولد الانفجار، وش تنتظر انت من هذا الناس؟ هذا الانسان اللي انت تمنعه من التنقل، تمنعه من العمل، تمنعه من الحريه نتاع واسمه التعبير، وش تنتظر منه يدير لك؟ ومن بعد تقول له انت همجي، تاك تحرك، تاك تكسر، انت اللي تدفع فيه، انت ما تفهمش لغه الحوار. كان جبت انت ناس انتو الحوار، ناس اللي هما راهم درك هما معروفين باللي انتو الحوار يتحاوروا، وتجيب انت ناس في مسؤوليات مختلفه في الوزارات وفي المديريات، وقال ناس راها تسمع وراها تشوف، والناس صبرت قرون، ومعليش يا سيدي قادر تزيد تصبر. ولكن كي تشوف ناس في المستوى ما قاعدين يربحوا في الوقت، كل مره
يستعملوا في الخداع ويستعملوا في الغدر، كل واحد كيفاش يغدروه. وللأسف الشديد هو أنه في وقت من الأوقات كانوا درك هاد الناس، لا سيما من الناس هذو اللي كانوا معارضين في الخارج، أنا ما تحدش على الناس اللي في الداخل، كان في وقت من الأوقات كان كاين هناك حبل نتاع التواصل، زادوا قطعوه حبل التواصل هذاك بيناتهم، زادوا قطعوه، وهما درك الآن يأكلونا واحد بواحد. وكان جات الناس راه متوحدة، فهمت؟ فيما بعد عموم الشعب راه يتبع لما يشوفوا الناس هذه درك راه هي سبل التواصل مقطوعة. النهار اللي بدينا فيه هذاك الحوارات هذوك، أول حوار درته لقيت بين أنور هدام وأحمد شوشان وزيطوط، كان العنوان هو طرق تاع التواصل. أول حوار في 2008 بالصوت وبالصورة، خلي من الحوارات المكتوبة هذوك ما نهضرش عليهم، الحوارات بالصوت وبالصورة في 2008 أول حوار درته كان طرق تاع التواصل. الحمد لله دوك الآن في وقت هذاك كان باش الواحد يلحق للصوت والصورة كما رانا دوك حنا على المباشر، كانت تعتبر معجزة في الوقت هذاك، ما كان مازال ما لحقناش حنا لهذا المستوى، كنا غير بالسكايب، ومع ذلك كنا نديرو في حوارات نسعى وعلى جل باش نلاقيو الناس باش تتوحد الناس على الأقل ويتكلموا الناس بخطاب عقلاني بخطاب موضوعي اللي هو يدفع ناس آخرين لكذا. للأسف الشديد قاعدين يكسروا في هذيك الحوارات وفي هذيك الشهادات كلها من أجل خدمة هذه العصابات المجرمة، على أجل باش يقولوا باللي هذا الناس راهم ينشروا في الفتنة وراهم ينشروا في النميمة، وهم راهم هم اللي راهم يدمروا في هذا الشعب، يدمروا فيه بالتقصير. المهم الأخ شريف إذا كان كش ما تقول كلمة ونختم هذا النقاش، أنا ربما تحب نصرها إلى خارج النقاش. الأخ نوردين نرتاح شوية. الأخ نوردين الكلام راه واضح، راك وصلت رسالة كما ينبغي، وإن شاء الله يكونوا ناس سمعوها وإن شاء الله يتحركوا باش ينقذوا الجزائر هذه اللي راهي. وانا نشوف اللي خاصه الناس اللي عندهم الاستطاعه والقوه باش يغيروا، فهمت؟ انهم يتحركوا ما يبقاوش باقي ينتظروا ويشوفوا، وكأن شيء لم يحدث. هذا هو كلامك، راك وصلته ما شاء الله ونوفقك فيه 100%، وربي يكون في العون الجزائري والجزائريين. ربي يكون الخير ان شاء الله. امين ان شاء الله اخوانا. المهم نختم ان شاء الله هذا النقاش. المهم نشكر كل الاخوه اللي كانوا يتبعوا فينا، سواء الناس اللي يختلفوا معنا ولا الناس اللي وقفونا يوافقونا. اتمنى هو ان رانا افدناكم بهذه المداخله أو بهذا النقاش. إذا كان قلنا كلام خارج على اللزوم راه نبع من القلب، وراه الجراح اللي هي اللي راه تدفع في الإنسان يقول كلام. رانا سفرنا بما فيه الكفاية، حابين على الأقل زيدي هنا مستقبلنا نديروه من ورانا، على الأقل لأولادنا هو أن يعيشوا في هذه الجزائر، هذا الشيء اللي نحوسوا عليه، أولادنا والأحباب الأحفاد نتاعنا اللي راهم راحين يجوا من بعدنا يعيشوا في الجزائر هذه، يعيشوا معززين مكرمين. بغينا نحوسوا على السلطة ولا نحوسوا على الجاه ولا نحوسوا على المنصب، نحوسوا على الرفعة نتاع الجزائر. حابين الجزائر تكون زينة البلدان، حابين الجزائر هي، حابين المواطن الجزائري يداوي في بلاده ويتمتع في بلاده. علاه المواطن الجزائري يروح لتونس ويروح لدول واحدة أخرى والجزائر ما يعرفهاش؟ كاين مناظر خلابة، كاين مناطق رائعة. حابين هذا المواطن هذا كاين كلش، كذا هذا المواطن هذا اللي في بلاده الما يسيح في الطرقات وهو عطشان ما عندوش واش يشرب، حابين نوضع حد لهذا التسيب اللي راه واقع. حابين هو أنه المواطن يعيش
كريم معزز في البلاد نتاع، وهذا مكان، هذا مكان، وناس يكونوا في المستويات، في المستويات المختلفة، هذا واش حابين. المهم ربي ان شاء الله يلاقينا في ساعة الخير. امين اخوتي الاخوة والاخوات. كنت انا بودي على جل باش تكون هكذا سلسلة من المداخلات، لا سيما في هذه المرحلة مع المواكبة نتاع هذا الحراك، لا سيما في الذكرى نتاعو الثانية. إذا فيه ناس مستعدين على جل باش ولو هذه الأيام نزيدوا نديروا هكذا مداخلات، إذا كان الناس راها قابلة بهذا الوضع يا خويا ربي يبارك لكم وربي يزيدكم هذا مكان. مهم، شكرا أخي شريف، شكرا لكل الإخوة اللي تابعونا. نلتقي إن شاء الله إذا تحب نقصر بعد شوية، نرتاح شوية واحد دقائق هكذا، ونرتاح.